الصدارة مع شواهين على المركز الثالث المركز الرابع والخامس باسم الشاهينية. تأتي لشعار هجن الرياسة راشد بن محمد بسم المصوري. 500 متر الأخيرة. الله 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 يا الصدارة. والمركز الأول هنا شواهين وهملولة. هملولة وشواهين خط النهاية. يا سلام يا سلام. بدأ الظاهر بالانطلاق هنا إلى المركز الأول. يا سلام هملولة هملولة الظاهر علي بن ميل الوهيبي بدأ يقدم هملولة في هذا الانطلاق الرائع والجميل بدون أي أوامر حتى هذه اللحظات. روح يا أبو سعيد والرب دعيلك مع هذا الأداء الكبير. يا سلام. تهانينا تهانينا من الأعماق لمؤسسة هيجن الرياسة. تهانينا للظاهر. تهانينا لأبو ليمايل علي بن ميل الوهيبي. ما شاء الله على هذا أيضا الأداء الكبير والشكل الجميل بالفعل. تهانينا لمؤسسة العملاقة مؤسسة هيجن الرياسة. المركز الثاني شواهين من هيجن الرياسة. المركز الثالث شواهين من هيجن الرياسة. المركز الرابع راشد بن محمد بسم المنصوري. اسعدت مساء يا ابو الدياب على هذا الفوز والابداع والانتصار. معلن فوزه وانتصار الشاهينيه منطلقه مشاهدينا الكرام بحفظا من الله ورعايته متوجه الى خط النهايه. تهانينا والناموس لهجن الرياسه والتاني للمستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري. اسعد الله مساك للمستحيل على هذا الابداع. تهانينا والناموس لهجن الرياسة وإلى المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. لحظة وصولها إلى خط النهاية معلنة انتصارها معلنة فوزها مقدمة إبداعها في شوطن الأول للمهجنات الإذاعة الأصائل. تهانينا والناموس لهجن الرياسة وإلى المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري من قدم لنا الشاهينية مع المركز الأول ونالت الفوز والناموس. يحاول مع شاهين ينطلق مع شاهين بشعار هجن الرياسة. محمود بن محمد بن سالم الوهيبي مضمر الجزيرة العربية. افخر يا محمود واي فخر لك هذا الاسم. ولكن الله المستحيل على مقدمة الاسماء. شعار هجن الرياسة. يا سلام يا سلام. روح شاهين روح. يا سلامي على شاهين. انطلاقه كبيرة مميزة جميلة. هذه العروض اللي نبغيها يا المستحيل. هذه العروض اللي نبغيها يا ابو ذياب. نعم كهذه العروض والا فلا. نعم كهذه الطريقة والا فلا. هذا هو الناموس. يا سلامي عليك يا شاهين وشعار هجن الرياسة. تهانينا والناموس لمضمر هذا الشعار راشد بن محمد بالسم المنصوري. والمركز الثاني انطلاقة ووصول شاهين على المركز الثاني. يتجاوز في اللحظات المثيرة يتجاوز في هذا الانطلاق الجميل بالمركز الأول وبصدارة هذا الشوط مقدما هذا العرض الجميل مقدما هذا العرض الممتاز في اللحظات الأخيرة. الله 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 مع اللحظات الأخيرة ما بين شاهين وما بين شاهين ولكن شاهين لهجن الرياسة. هناك وقيادة راشد بن محمد بالسم المنصوري من ينطلق بالمركز الأول ويقدم هذا العرض الجميل في اللحظات الأخيرة في اللحظات الحاسمة في اللحظات المثيرة. تهانينا تهانينا والناموس لهجن الرياسة والتهنية إلى المضمر راشد بن محمد بالسم المنصوري من يرافق هذا الشعار. بينما المركز الثاني وصل شاهين لهجن الرياسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. هنا
مشاهدين الاعزاء الشاهينيه من هجن الرياسه يتواجد راشد بن محمد السم المنصوري. مشاهدين الاعزاء متابعينا الكرام يسير الى مقدمه الشوط، ينطلق هنا المستحيل مع مقدمه هذا الشوط، يندفع مع الشاهينيه في هذا الاداء الكبير في هذا التحدي المثير. ما شاء الله راشد بن محمد بالسم المنصوري يقدم هذا الاسم. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام يبحث هنا عن النقطه ايضا الرائعه والجميله، النقطه الرابعه في هذه الامسيه. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام تهانينا والناموس لهجن الرياسه، تهانينا لراشد بن محمد بالسم المنصوري على هذا الفوز والانتصار. هذه هي لحظات الوصول، هذه هي لحظات الوصول. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام لحظات وصول الشاهينيه من هجن الرياسه، تهانينا ايضا لراشد بن محمد بالسم المنصوري المركز الثاني. شواهين من هجن الرياسه المركز الثالث. مهدي هجن الرياسة ومهدي المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري من يقدم لنا هذا الاسم للشاهينية في مقدمة الشوط. تغادر بناموس هذا الشوط، تأتي متقدمة هنا بكل الفوز والانتصار والإبداع. تهني والناموس لهجن الرياسة وإلى المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري من يقدم لنا الشاهينية في هذا الشوط. تهانينا والناموس لهجن الرياسة وإلى المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري على هذا الفوز ومنقدم لنا الإبداع في هذا المساء. تهانينا والناموس لهجن الرياسة وإلى المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري معلنة الفوز والناموس والانتصار. تهانينا والناموس لهجن الرياسة والتاني للمستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري المركز الثاني والمركز أداءاتها الكبيرة بمستوياتها المميزة انفرد شاهين، بدأ يتحرك، بدأ يغادر إلى خط الفوز إلى خط الناموس. هنا انطلاقة شاهين، يا سلام يا سلام يا سلام، التهاني التهاني والناموس يغادر مع هجن الرياسة، يغادر مع شعار هجن الرياسة. وهنالك راشد بن محمد بالسم المنصوري من تابعه ومن رافقه ورافق الشواهين في الأشواط الماضية، قدم هذه المستويات الكبيرة في هذا اليوم. تهانينا 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 هنا من هذه اللحظات ومن هذا الموقع ومن هذا المكان، نزفها إلى جماهير ومحبي هذا الشعار، شعار هجن الرياسة. وهنالك مضمرة راشد بن محمد بالسم المنصوري. تهانينا والناموس يا أبو ذياب على هذا الفوز المركز الثاني. أتابع اللي وصل محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، ولكن العودة ولكن العودة إلى أبو ذياب إلى انطلاقات المستحيل بالمركز الأول بالصدارة وبالمقدمة. يأتي برفقة شعار هجن الرياسة والمستحيل الذي لا يعرف المستحيل في سبيل الإنجازات. هذا الشعار يا ما تتوج هناك في منصات التتويج وقدم العروض جميلة والتواقيت المميزة التي لم تتسجل حتى هذه اللحظات. تهانينا تهانينا والناموس لهجن الرياسة، والتهنية إلى أبو ذياب راشد بن محمد بالسم المنصوري. سلام أبو النشمي على هذا الإنجاز والانطلاق الجميل. بينما المركز الثاني وصل شاهين لهجن الرياسة ومحمود بن محمد الوهيبي من أتى ثانيا، بينما المركز الثالث وصل كلام
مقام ثاني. راي آخر مع شواهين اللي في المركز الثاني لهجن الرئاسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي يتولى عملية التضمير. الشاهينية في البداية، شواهين مع المركز الثاني، شواهين والشاهينية، الشاهينية وشواهين. يا هو انطلاق مشاهدين الكرام، يا سلام، شواهين شواهين والشاهينية، شواهين تتسلل، شواهين تنطلق إلى المقدمة مباشرة، إلى الناموس البرفيسور، إلى الانتصار يا أبو محمد، إلى الفوز يا محمود. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة وإلى المضمر البرفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. أسعد الله مساك على هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة، والتهني لمحمود بن محمد بن سالم الوهيبي الشاهينية مع المركز الثاني لهجن الرئاسة. تهانينا للمستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري الشواهين. بدأ يصدر الإعلان والأوامر للشاهينية. الحذرة 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 الشاهينية مشاهدين الكرام. شواهين مع المركز الثالث، ولكن يغادر المستحيل. تنطلق الشاهينية إلى مقدمة الشوط، إلى الناموس والإبداع، إلى الفوز والانتصار ويا المستحيل. يا أبو ذياب، يا أبو محمد، يا أبو النشمي، ها هو الإبداع في سن الإذاع. إن لم يكن رأي آخر مع الحذرة الحذرة والشاهينية. الشاهينية سيطرت، الشاهينية مشاهدين الكرام، الحذرة والشاهينية، ولكن الشاهينية الشاهينية غادرت للناموس، للفوز، للإبداع، للانتصار. مشكور يا أبو ذياب، أسعد الله مساك على هذا الفوز والانتصار. راشد بن محمد بالسم المنصوري الحذرة لهجن الرئاسة ثانيا، وصالح بن سعيد بالعرج المري شواهين مع المركز الثالث لهجن صدارة. العودة إلى شاهين من طار بالمركز الأول ليحلق في سماء الوتباليات بهذا الشعار الجميل، شعار هجن الرئاسة. من بدع في هذا المساء بقيادة أبو ذياب، بقيادة أبو النشمي، بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. من يحلق في سماء الوتبة ويأتي بهذا الشعار دائما، ياتي به بالرموز والإنجازات والانطلاقات المثيرة. إذن تهانينا، تهانينا والناموس لهجن الرئاسة، والتهنية إلى المضمر المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. من رافق هذا الشعار لحظات الفوز ولحظات الناموس ولحظات الوصول إلى خط النهاية والنقطة التاسعة مع هجن الرئاسة ومع المضمر المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. مع الصدارة لهجن الرئاسة ومحمود بن محمد بن سالم الوهيبي الذي يتابع هذا الشعار ويتقدم برفقته بالمركز الأول، ولكن السريع بالمركز الثاني لهجن الرئاسة وصالح بن سعيد بالعرج المري. اللحظات الأخيرة، اللحظات المثيرة ما بين شاهين وما بين السريع، السريع وشاهين، واللحظات الأخيرة، ولكن شاهين، شاهين على المقدمة، شاهين على الصدارة، شاهين على المركز الأول. هنا في هذه اللحظات الجميلة بدون أي أوامر، هنا تذكر على شاهين ينطلق بالمركز الأول ويحدد مساره. هذا الشوط تهانينا والناموس لهجن الرئاسة، والتهنية إلى محمود بن محمد بن سالم الوهيبي لحظات الانتصار والفوز. بينما المركز الثاني وصل السريع لهجن الرئاسة وصالح بن سعيد العرج، بينما المركز الثالث لهذا الاسم العملاق مع هذا الشعار الكبير. نعم، هنا شعار هجن الرئاسة، شعار
شعار شواهين، شعار محمود بن محمد بن سالم الوهيبي مع شواهين هنا مع لوحة 300 متر الأخيرة، تكون هي مسك الختام لشوط الختام في هذه اللحظات وفي هذه الفترة المسائية. انطلاقة الشواهين الجميلة هنا وهذه العروض المميزة التي يقدمها شعار هجر الرياسة في هذا اليوم، احتكار لجميع أشواط الفترة المسائية من قبل شعار هجر الرياسة. تهانينا والناموس على هذا الفوز، وفوز هنا شواهين بالمركز الأول. تهانينا والناموس لمضمر شواهين محمود بن محمد بن سالم الوهيمي، ولحظات الوصول ولحظات الانتصار هنا من أمام المنصة الأمامية. المركز الثاني هنا وصول أيضا شواهين.